طب نرجع بقى للانيميا. ايوه فالانيميا نقص هيموجلوبين. طيب عايزين نشوف من اين ياتي وكيف نواجهه. برافو عليك. لا ناجح رابعة. الحمد لله. من اين ياتي بقى؟ هنقول لهبه اللي بتعمل برنامج. الناس ما بتشوفهاش. لا ما بتطلعش. هي هبه معانا خلف خلف الكاميرات. ممكن الكاميرا تجيب صورتها. هنقول لها يا هبه عايزين بسله النهارده. عايزين بسله. حاجه صعبه. مش اظنش انها بسله حلوه. يلا يا هبه انزلي اشتري. هتشتري ايه؟ هتشتري بسله وقوطه طبعا. مش هتشتري سبانخ. لا. وجزر. وطماطم. وملح. وفلفل ولحمه. حته لحمه صغيره كده. سلام. لحمه في خلاص. البسله جميله. هبه جابت مكونات البسله كويس وراحت البيت. لازم يبقى في حل. عملت البسله في الحل كويس. هبه عملت وجوزها كل البسله وهي كلت والعيال كلوا وكانت سعيده جدا. تمام. تعال ناخد القصه بالمقلوب بقى. نزلي هبه عايزين بسله. نزلت تشتري ما لقيتش طماطم. هتطلع بسله مسخه. ما خلاص. ما لقتش فلفل. ما لقتش طبعا توابل خلاص. ما لقتش جزر. يبقى في حاجه نقصت من صناعه البسله. تمام. لا لقيت كل حاجه. الراجل السوبر ماركت عنده كل حاجه. وراحت البيت ما لقتش حله. باظت المشروع كله باظ. مشروع باظ. برافو عليك. لا بسله لقتها وروحت لقت الحله واتخانقت مع جوزها ولا قدر الله يعني. لبست البسله. لا راح ماسك البسله رميها من الشباك. رميها من الشباك. كويس. بالعند في هبه. تمام. او عشان يغيظها اكتر راح حاطط البسله على الارض ومفعصها. ادي الاربعه انيمي. ادي الانيمي الاربعه مفيش غيرهم. عشان اعمل كرات دم حمراء محتاج حاجات. حديد وبه 12 وفوليك اسيد والغده الدرقيه والغده النخاميه وفيتامين سي وبروتين. لقيتهم لازم عندي حله وهي نخاع العظم. ما عنديش نخاع العظم مش هعمله. طيب الحاجه موجوده والحله موجوده وراح جوزها رميه من الشباك نزفت. ضاعت كل حاجه. ضاعت البسله او كسرت الكرات الحمراء اللي هي انيميا التكسير. يبقى عندنا اربعه انيميا. واحد انيميا النقص. نقص اي شيء من الاساسيات بتاعه صناعه الكره الحمراء. تمام. اثنين المصنع. سليم ولا غير سليم اللي هو النخاع العظم. ثلاثه نزفت. انا اللي عملته فقط امام الشباك ولا كسرت الكرات الحمراء. ودي انيميا التكسير. انيميا خطيره جدا جدا خطيره. ادي الاربعه الانيميا اللي احنا قاعدين نلف عليهم. طيب كويس. نترجم بقى ده ازاي؟ نترجم هناخد اشهر مثل الحديد. الحديد من المكونات الهامه جدا 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 للخلايا الحمراء. تمام. من اهم الحاجات. تمام. نقص الحديد كومن جدا. منتشر جدا. منتشر جدا. اولا امتصاص الحديد صعب جدا. سبحانك الله. عايز اجهزه قويه ولا ايه؟ عايز امعاء سليمه. صعب جدا. طب وربنا عمله كده ليه؟ بص بقى عشان تقول سبحان الله. وانا وانت هنقوم نسجد والله. دلوقتي واحد كل يوم بيفقد له 5 سنتي دم. عنده بواسير بيخر 5 سنتي دم. ده نزيف؟ لا. ده انا لما باخد لك عين الدم يا استاذ محمود دول 10 سنتي. بيمشي الحرب بيتكون تاني على طول 5 سنتي. ولكن عشان اقول لك النقطه دي جاوب السؤال الاتي. عشان اقول لك النقطه دي جاوب السؤال. احتياجاتك من الحديد اليوميه عالي ولا واطي؟ قد يكاد يكون صفر. مش محتاج له. مش محتاج حديد. اذا ليه؟ بس ده لو جسمي فيه حديده. هقول لك. ما فيه هو فيه حديده. هقول لك ازاي هتقول سبحان الله فعلا يعني. دلوقتي انا الخلايا الحمراء من الخلايا القليله قوي 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 في الجسم اللي لها عمر. خلايا الجسم ما لهاش عمر، ده العمر كله. خلايا مخي اتولدت بيها وهموت بيها.
خلايا قلبي تولدت بيها وحمود بيها، خلايا كبدي تولدت بيها وحمود بيها. الخلايا الحمراء مش كده، الخلايا الحمراء بتعيش 120 يوم وتتغير وتولد وتتاكل ويطلع بجديد بدل. وهي بتتاكل يقول لها لا اديني حديدك يا جميل، اه ما تمشيش كده، تمشيش كده. اه فانا باخد الحديد بتاع يعني. القديم بقلبها. باخد الحديد بتاع القديم اعمل منه واحده جديده، يبقى احتياجاتي في الحديد واطيه جدا لان انا منه فيه. اللي عمرها خلص اديني حديدك اعمل بيه واحده جديده. آه. يبقى انا مش محتاج حديد. اذا اللي بيخر 5 سنتي دم كل يوم لا قيمه له كدم، ولكن قيمته فيما يحتوي من حديد. كل يوم شوف بقى فقدت حديد قد ايه، فقدت ما بتعوضوش بقى الخلايا اللي بتموت. لا حقيقي على مدى سنه ولا عنده انيميا شديده جدا نقص حديد. مثال الدوره الشهريه. كنت لسه هسال حضرتك. ست عندها ورم ليفي ومطنشه. ايه بقى الدوره الشهريه حضرتك؟ الدوره الشهريه مثلا المفروض 4 ايام. آه. هي بتقعد 7. آه. هي معتبره ده طبيعي. ست معتبرة ان ده طبيعي، هي عادتها كده، هي عادتها كده. وبعدين تيجي بعد كده سنة سنتين ثلاثة، أنا بنهج يا دكتور، أنا مش قادر أتحرك، أنا تعبانة مع إني مفيش حاجة. رحت عملت على القلب، قالوا لي قلبك زي الفل وكلويتي زي الفل وكل حاجة. تيجي تقيس لها الهيموجلوبين هتلاقي الهيموجلوبين واطي جدا، قد يصل إلى 7 جرام. الحديد وحش، لأن الحديد وحش. الدم اللي بفقده يوميا قيمته فيما يحتويه من حديد. كانوا زمان يقولوا على الدورة دي ان ده دم يعني ما ملوش تأثير على الجسم. كانوا هو مش زمان دم. يقولوا كده. هو مش دم. هو مش اذا كانت الدورة فيها دم فالست مريضة. ده الغلاف بتاع الرحم. بيستعد كل شهر انه ياخد طفل جديد. طب ليه بتفقد حديد بقى؟ ما هي لو مريضة. لو هي بقى بتقعد 7 ايام دي مريضة. هيبقى في دم بقى بيروح. اه دم بقى. يبقى يعني اذا الدورة السليمة. السليمة مفيش ما تأثرش على الحديد. خالص. اه ده كلام مهم. ربنا عامل حسابه. آه. واحد عنده قرحة في المعدة وكل شوية ينزف منها ينزف منها. لا خطأ. حاجة بسيطة جدا. لكن على مدى سنة هيبقى الحديد نقص عنده بصورة بشعة. أي حاجة مناخيره بتنزف، واحد ويعتبر ده أصله أنا بصر. طيب عشان الحتة دي في حتة فيها جزء كده ممكن الناس تفهمه بطريقة مش دقيقة، إن التبرع بالدم ملوش علاقة بالقصة دي كلها. لا لا خالص خالص خالص. يعني الواحد لما بيتبرع ب هو قبل ما بيتبرع بيحللوله. يحللوله. شوفوا هيموجلوبين إن كان واطي ما بياخدش. ولما بيتبرع الدم بيجي غيره وبيمشي على طول. 21 يوم. آه. هيكون عمل بداله. بس ما ندخلش دي في دي. لا لا خالص، اتبرع اتبرع زي ما أنت طب عايز. طب إيه الأسباب بقى؟ أسباب الأنيميا نقص الحديد ده هنحطه على رأس القائمة لأن هو أشهر حاجة. وليه أشهر حاجة؟ لأن الأكل اللي فيه الحديد امتصاصه صعب. يعني اللحمة فيها حديد. أما دي حضرتك حديد حديد ما تاخدوش، ما تستفدش منه. أنت حضرتك قبل كده قلت علمتنا لازم الحديد الزيادة بيمشي. بيمشي. ما لكن أنا بضحك على الجسم. يعني عايز أدخل حديد أدخله مع حاجة. أضحك على الجسم. كويس. أنت يا جسم مش عايز تاخد حديد؟ طب أنا هضحك عليك، هدخلهولك مع اللحمة. يبقى وهو بياخد اللحمه فيها حديد، وهو بياخد الكبده فيها حديد. انما اقراص الحديد قد تكون غير مفيده اطلاقا. هتنزل. الناس قاعده تبلبع في حديد بدون داعي. لازم يحصل فيه خداع في العمليه. خادع. حاجه في حاجه. فن الشركات اللي بتدي كبسولات حديد، ولذلك الحديد اللي في الوريد احسن. ما ده بيخش هو هو امتصاصه وحش. امتصاص الحديد في الامعاء مش حلو. ناس تخاف تاخد حقنه الحديد دي. هو هي حرة بقى، ما هو في ناس بتخاف تقص. لا ما احنا نقول لهم بس في ناس يقول لك دي اصل الحقنة لما بتبقى حتى في العضل بتبقى متعبة جدا. لا احنا بندي وريد، الحديد وريد. ما بيفوش أي مخاطر. خالص خالص. خالص. بتنقص حياة ناس. احنا بنبتدي هيموجلوبين 6 جرام نوصل ل 13. هيخافوا من ايه؟